الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. يتلى علينا آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها على ما سمع حضرتكم فاضلة القارئ الشيخ محمد المهدي شرف الدين. القارئ هو المتهم باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمنيا. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وعدت للمتقين أعدت للمتقين
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا الله فاستغفروا لذنوبهم
وَلَا تَحْزَنُوا
محمد
الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل
وما محمد إلا رسول وما محمد قد خلت من قبله الرسل ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا
منها ومن يرد دام الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثوابا الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل زاح النور لما تجلت آية الهدى وأدت ظهور السعد خدا معردا وسمعت أمة التوحيد واهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا فأكزخت الإيمان والإسلام
معنا لآيات الله المهينات التي تلاها عليكم قارئ جمهورية مصر العربية والمفتاح للدين بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمنيا الأمن شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد المهدي شرف الدين، وبذلك عبر سمات إذاعتنا العاملة الأداة الصوتية والكهربائية مخازن الفراش الكبرى قصور الضيافة المتنقلة إدارة الحج مصطفى أبو إسماعيل المقيم بملامس مركز منيا الأمن الشرقية. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.